صباح الخير شربل. جود. كيفك اليوم؟ جود. ماشي الحال؟ روق. اليوم وصفتنا باليابزة. مزبوط مزبوط. بس ما عم بقول انه كل هيدي الجمعة كنا عم نعمل عم بتكون من المشاهدين على الفيسبوك بيج سبع مطبخ جديد. فاليوم بامية بزيت هيدي هي اكيد بامية عم نحكي بصل ثوم كزبرة. نعم. واكيد بدنا نقلل البامية وهيك نشتغل فيها شوي حتى نشوف كيف بتطلع. البامية فيها تكون أكيد طازة فيها تكون فروزن. اكيد اذا عم ناخذها فريش مفروض نقمعها نشلها اللي هون بيكون فيه القشره مطح ما بنقطفها بنشيلها. نعم. واكيد رح تاخذ قلي نكزه صغيره لانه نحن بنعرف انه الباميه بنعملها شوي ديب فرايد قبل ما نطبخها. واذا فروزن؟ اذا فروزن ما بدها شيء بس بدنا ناخذها ونعملها كمان ديب فرايد بس الفكره بتاخذ اقل شوي وقت. بس انه بدنا نفك عنها الثلج قبل؟ ايه مزبوط مفروض. أوكي. مفروض تكون دوب شوي يعني مفروض نشيلها نعملها ديب فرايد شي ساعتين قبل ما نطبخها. ليه بنقلل الباميه؟ من قلل البامية في أشخاص ما بيقلوها في أشخاص ما بيقلوها بس لحالك شو الفرق أول شيء إنه بناخد فيها لون وقتها بنقليها رح ناخد شوي اللون لأنه بين الأخضر تبع البامية وبين اللون الأحمر تبع البندورة رح شو يطلع شوي الألوان باهتة فمنشان هيك بنقليها بلس إنه بنعرف إنه البامية شوي قشرتها قاسية من برا فأحسن نستويها حتى يطلع في عنا طعمة الصوص مع البامية المقلية أكثر ما تبين مسلوقة ببعضها أكثر. هيدي هي الفكرة. أكيد بدنا نحمي الزيت اكيد حسب قد ايه الطنجره هون انه الطنجره عنا رح نقليهم على دفعتين واكيد رح نبلش زيت زيتون بصل تاخذ بصل منيح ايه مزبوط نحن بنعرف انه كل شيء بزيت إيه. فهون بدنا نتكل على الطعمه بين البصل والزيت والبندوره لانه كل الطعمه عم ناخذها بهيدي الصوص من هالشغلتين بندخل ثوم شيء او لا؟ ايه ثوم شوي حبتين ثوم واكيد عندنا الكزبره اليابسه والكزبره الخضراء بالاخير. اوكي. وعندنا دب البندوره وعندنا بندوره علب هون يعني البيل توميتو وعندنا البندوره الفريش بنكون عم نشتغل على بين طعمه البيل توميتو والبندوره الفريش بنكون عم ناخذ طعمه اكثر. اكيد مش على طول بنقول مزبوط بدنا نحمي الزيت نحط البصل هلا بنحط شويه ملح فوقهم هلا كيف كيف بيتغير لونه هون؟ هلا بنشوف هلا بنشوف انه ببلش لونه تصير كيف كانه عم نقلي كوسه او عم نقلي باذنجان هذا اللون البني المقلي هلا دغري ببين معنا تقريبا بدنا بصله حجم وسط هون ضروري ما تتقلى البصله تضل اكيد كثير فوندونت يعني ناخذها ونخفف النار عندها هلا شوي سو لكن في ثلاث انواع بندوره يعني مزبوط نوعين ندخل ايه مزبوط عندنا دب البندوره وعندنا الزب هو رح يعطي اللون والطعم هيدي الاسيديتي ايه. مزبوط وعندنا كمان البندوره الفريش رح نحطها هلا سلايسز حتى ناخذ تكستشر ما تكون يعني كانه عم نعمل لوبيا بزيت ورح نحط البيل توميتو اوكي ما بيكفي نستعمل بس بندوره؟ بلا بلا بيكفي نستعمل بس بندوره بس رح اقول لك شو اسمه وقتها بنستعمل بندوره عادي البندوره الموجوده عندنا بلبنان رح شوي نخسر اللون يلي نحن بدنا اياه واذا لانه بنعرف انه ما بتجي كثير حمراء عاده نوعيه البندوره يعني. صح بتطلع افتح وبنصير هون مضطرين نكتر شوي رب البندوره حتى ناخذ الطعمه وهون عم نخسر اكثر يعني بنكون عم ناخذ طعمه رب البندوره اكثر ما ناخذ طعمه البندوره الطازه حط انا شويه ملح بلشوا الزيح هاي مزبوط بصيروا غامقين هلا شوي صغيره رح ياخذوا لون نعبدهم شوي هون اهم شيء ما نقلل البصله تقليه مفروض ناخذ البصله تدبل على الاخير هون نشوف عبدها شوي و
وبصير تقريبا اللون يلي بدنا اياه. نحن اكيد بدنا نوصل للون البني يلي هو مش محروق اكيد البني. البامي بتشرب زيت او ما كثير؟ هلا ما رح تشرب كثير زيت لانه البامي بنعرف انه هي عندها القشره اللي برا القاسيه رح تتحمص بس وما رح تشرب البامي زيت. هون بنشوف انه متكلين اكثر على كميه البصل اكثر من الثوم بكثير. رح نحط بس سنين ثوم حتى ننكه الباميه. كمان رح نفرمه ناعم. هون بس للنكهه. واكيد فينا اذا بدنا عندنا كميه بندوره كثير كبيره بالبيت وبدنا نروح نستعمل كل البامية بندورة طازة، فأحسن شيء ناخذ وناخذ البندورة نعملها بالقنشير نشيل القشرة أحسن لنا، لأنه نحن بنعرف إنه البيل توميتو اللي بنشتريهم عادة بالعلب بكونوا شايلين القشرة، فهيك بنقدر نستفيد من التكتشر تبعولها، ما بيكون عندنا القشرة المزعجة. بس هالقد كمية الثوم. كنا عم ندبل البصلة مع الثوم. مزبوط. الرب أفضل يتقلى شوي. مزبوط. نحن في كثير أشخاص بياخذوا الرب يذوبوه بشوية مي أو ستوك وبحطوه بالآخر. هون أكيد رح تفرق كثير، بس عادة أحسن إنه ناخذ الرب البندورة ونعمله روستنج شوي مع كل الأكل، رح ناخذ لون أكثر ورح ناخذ طعم الرب البندورة أكثر. أحسن من إنه نرخيه بمي. نحطه بالآخر. مزبوط. شو هولك منشيلهم؟ بعد بدهم شوي صغيرة يعني. أكيد البندورة رح ناخدها نعملها سلايسز. كمان أحسن هلا رح نحط الكزبرة اليابسة بعد شوي صغيرة، كمان نعملها روستنج مع البصل ومع الثوم حتى ناخذ الطعم منها كمان أكثر. فينا نشيل البامية. نشيلهم؟ مضبوط. واكيد رح نحط غيرهم. فينا نزيد هلا البندورة سلايسز. ونقليهم كلهم مع بعضهم. نحطهم كلهم او لا؟ مضبوط فينا نحطهم كلهم. هون بس نحط البندوره اكيد فينا نقوي النار اكثر شوي. هون بنشوف انه بلشت البندورة الطازة دغري رح تستوي بسرعة. مثل ما قلنا كمان قصد خليتهم شقف كبار. مزبوط. حتى ما نحس انه بعدنا حتى بالتكستشر وقت نكون عم ناكل بنحس انه بونجور. هلو بونجور. كيفك انت والبامي؟ انا والبامي كثير اصحاب، مش من زمان كثير بس كثير بسرعه صرنا اصحاب يعني متقدمين جدا لدرجه انه زرعت بامي السنه. طلعوا؟ لا بعد بجبل بياخذوا وقت. ايمتى موسم هلا؟ هلا بلش هلا في بامي. هلا في بامي مضبوط. انت بميتك للشتوية يمكن تيطلعوا؟ لا هو في تاخير. بتعرفوا انه خبروني قصه هاي زياد على طول بيعلمني اشياء وبيهتم فيي. ما بتقطفها بالنهار، بتقطفها يا بكره بكير يا مأخر كثير، ولا بتعقص كل النهار الباميه. بتعقص؟ ايه فيها ديفنس ميكانيزم الباميه. واو اذا قطفتها هالمخلوقه خطره كثير. ما حدا يقرب عليها بالنهار. حلو. انت ما بتحبي؟ الباميه بلا، تفضل. هلا في ناس مش مبسوطين منها اليوم اكيد. البامية إيه مش مثل الكبة بالصينية صح. لا أكيد، بس نحن اليوم كنا عم نقول إنه
هولي كلهم طلبات المشاهدين على الفيسبوك بيج تبع منوش جديد، سو مجبورين نقطعهم. واكيد مع احترامنا للبامية اصلا هي اكل كثير بنحبها يعني. بتعرف في ناس ما بياكلوا البامية من وراء قصة الغلط. ايه مزبوط، يعني حرام مظلوم شوي. ايه مزبوط صح صح صح. هيك هي منا اكلة حبة البامية. انت شي مرة مقمعها؟ لا. اوكي، اذا لازم تقمعها برم مزبوط وتخليها كون، يعني في صح. انجل بدك تحط السكينة مزبوط. اذا قمعتها دغري ببينوا الفورز من جوا، بتصير سلز. واذا قليتها كمان بتشرب زيت وهيك. ليش ما بيحبوا الملمس تبعها بعد ما تنطبخ؟ لانه بتذكر انه لما كنت بتتمغط كنا نقول انه تعقص لنا زلعيننا. ايه ما بعرف هذا الاحساس تعقيص من الوبر يمكن. ايه ايه، وزياده انه وقتها اذا عم نعملها ديب فرايد ماس انه هلا اذا بتصير وبريتها صح بتشرب زيت كثير وبتصير بتغير طعمتها. ايه هلا هون صرنا ردي، حط بعد شوية كزبرة يابسة. أنت بنحط كزبرة يابسة؟ أنا ما بطبخ بكزبرة يابسة. أي متى بنحط؟ هو عادة أنا بستعمل كزبرة طازة بس غير هيدي. هيدي طعمة؟ غير طعمة مظبوط، بس هو عادة كل الأكلات يلي فيهم تقريبا كزبرة خضراء بنجرب نحط فيهم شوية كزبرة يابسة اللي عم تعطينا طعمة أقوى. بس أنا بحس غير. هلا في شيء غير بستعمله يلي هو حبة كزبرة مطحونية. أما هيدي هي هيدي هالبذرة صح. هيدي هالبذرة المبرومين مثل البهار بين اوكي هي زيتها، بس اوقات تجي من السوبر ماركت احيانا يعني ما بده يحطها ساشيت مضبوط، تجي مطحونة خالصة. بس ايو مثلا بالكاتشب لما اعمل كاتشب بالبندورة صح بحطه كزبرة مضبوط مضبوط. ايه طعمة غير شيء فينا. ايه غير شيء. بعدين هون بناخذ طعم الكزبرة بس ما بناخذ لون، يعني عادة حيلا شيء بنحط فيه حيلا هربس خضر فرح يتأثر باللون مضبوط. هلا هون هلا هيدا الشيء لازم نوصله، هيدا الشيء لازم هون مصلو. حطينا بصل ثوم دب الكزبرة اليابسة دب وهلا شقف البندورة مضبوط. هلا ايه رح نعمله نايس. ضيفتنا فنانة باسكال صار وصلت على الاستوديو رح تكون مقابلة بعد شوي. كنت عم تعمل ملاحظة شيف انه هي توقعت انه مثل بهالنهار بتكون عم تطبخ باللكن الكبير شي فاصوليا او شي اكيد لا شي اوزي. بدنا البامية بزيت. طيب تاكل بيت تاكل بيت مزبوط سخنة صح هي أكثر حتى تاني نهار يعني بعد طيبة مزبوط. فيك ترجع بكرة قلبي أوكي بنخليك. ليش ما باخذ مثلا من اليوم كمان زوادة بكرة؟ هيدي هي ما حاسس بالاستوديو في كثير زبونات للبامية اليوم. مين ما كثير في منيح معلش عادة ببلشوا بكير إنه بس حطوا لنا طلبات صحن عجلة اليوم. هلا يلي رح نعمله هو شوي نعمله دوسي كلهم مع بعضهم. حطينا بندورة مزبوط حطينا البندورة الفريش او بعد هلا هلا هون هذا اللي كنا عم نقوله انه هلا بنشوف كيف بس نحط البندورة كيف رح يغير لون البامية. هذا اكيد رجع شوي لكواليتي البندورة يلي عنا اياها بلبنان. فرق بين البامية القطع والبامية بلحمة ورز هي نفسها بس تفرق انه بنحط لحمة او لا؟ ايه يعني هي مثل اللوبيا بلحمة والشو اسمه. هو الفرق انه هون رح نحط اللحمة بدنا نشيل الكزبرة واكيد هلا هون رح نحط نكزة حامض وقتها بنكون عم نعمل بامية بلحمة ما كثير بحاجة انه نحط هيدي طعمة الحامض شوي القوية بقلب البامية. بنتكل على المرأة كمان هون مضبوط هونيك بنتكل على مرأة اكيد يا دجاج او لحمة. هلا هون اكيد اذا حسينا شوية بامية بعبدها فينا نزيد لها شوية مرقة خضرة. هلا هي مستوية هون تعتبر؟ هلا ايه هلا هون مستوية مزبوط مش بحاجة انه هيدي مزبوط. هلا قد لازم تكون البندورة شوي فيها بس مثل ما قلنا اذا حسينا انه شوي قليناها اقل نعم. نقدر اوريدي اخذنا الملمس اللي نحن بدنا اياه بالقلي والطعمة فينا نزيد لها شوية مرقة وبنتركها تنطبخ. حلو رح ناخد بريك نحن بنرجع معكم مشاهدينا على التيستينج بدكم معنا. نحن البيت الحر لمت في اللبناني مش مرة من عيد عيدك عنا يومين مش مرة من عيد عيدك
بتتمنى يوميا مش نعرف نعيد عيدك عيدك عنا يوميا خلصت البامية بزيت وصار فينا ندوقها بأقل من دقيقة ما معنا غير وقت كتير قليل فرح دوقها بالشوكة على السريع هذه مسؤولية كتير عالية لأنه بوقت كتير قليل بدنا نقول نحكم ونعطي رأينا و... بس ما ناخد عينات شو شربل انت شو رأيك؟ ما عارف تدوقه طيب عم جرب شوف الفرق بين اذا البامية مقلية او مش مقلية في فرق تقرش هيك فينا نعرف؟ ايه اكيد اكيد انا ما بفهم كيف ما بتحبوا البامية عن جد لا رح يكون في فرق كثير هالقد بتفرق بس هيك؟ طيب لا انه كنا عم نحكي قبل انه لانه عندنا دقيقة ما بدي طويل الفكرة انه رح تبين تكشر رح تبين طعمة الزيت المقلي ورح تكون كثير فارقة هديك رح تبين مسلوقة أكثر صح على كل حال بتحافظ على لونها أكثر هيك تري بون تري تري بون ثانك يو فيري ماتش شربي يعطيك العافية رح ناخذ وقفة ثانك يو أنا بودعكم بشوفكم الاثنين هاف ا جريت ويك إند وبترككم مع ألبير وفي ألسا كمان